صباح الخير يا شباب. اليوم والقعدة والنومة الحمد لله مريحة ودفى الجو، جو وايد حلو. هل الشباب يقعدون تريقون؟ المسير راح يبدأ الساعة 10، الحين الساعة 8 صباحا. بس نبي نبلغ الشباب ان في ختم استمارات، على بالهم طالعين كجده ترى. عمر متحمس. عمر قاعد يجهز. شوفه، شوف تجهيز الحين اليوم الثاني. صباح الورد يا ابو نيف. نطلع على استعدادات الشباب. عمر حماس ألف. ها حماس كفو والله. عز القطان بدر. هذا ابو مساعد عيسى. السيف وينه؟ ما تشوفه؟ شكله عيسى مضبط نفسه بالديوانية نايم. ما شاء الله تجهيزات دراجة طيبة. بس أنا عجبني هالتانك هذا، حجمه وطريقة تثبيته. من وين؟ الصافي. يم النصر. محله يم النصر. إيه. مش حركة. كم لتر هذا؟ 5 لتر. ترى بغلدك. بغلدك يا سعد الله. اللي تعاون هذا احسن من اللي وصلني. شوف انا ليش ما ثبتته التانك اللي وصل، لانه محتار بمكان التركيب. شوف للحين مو مثبت انا، وحجمه صغير يعني ما عجبني وايد. ففكره التانك اللي عنده زينه، بس هو اذا ركبت الحجم هني شلون تفتح هذه؟ يعني هذه تبطيلتها بعدين يطق بالصندوق. فشنو صاير عنده؟ هو قاعد يفتح صندوق من هالجهة وبشكل يعني شوية، يعني مو وايد، يعني يبي له تفكير زيادة. خلانا ألبس الحين، نبدل كرمون الجوتي ونتجهز. أنا باقي 10 دقايق.
الحين وصلنا محطة تعبئة الوقود، وقود بترول فل. انا عبيت دينار بو خلاص. بعد ما طلعنا من المخيم وصلنا اول محطة، الشباب يعبون بنزين، كلنا قاعد نعبي. طولنا، راح نطلع من هذه المحطة باتجاه المباركية، راح نكون في المباركية ان شاء الله المسير الغالي. اللي بيتغدى بيصلي يا هذا العيسى، عيسى وعيسى ترى من امس انا متعلق وياهم. رجاء يا جماعه ترى قاعد يتاذون في شكاوي كثير على الناس، الجماعه اللي يطلعون من الرايد غلط غلط، انت قاعد تسبب ربكه حق ربعك. بدر تكلموا يقولون شو اسمه لما عطل السير ومذيهم الشباب، يقولون راعي الياماها، بس قلت لهم عادي في كورونا هو عشان شيء برا اللاين. الحين الغدا بالشمر القديم، مساعد عيسى سمت الشباب ما تقعد. السوق المباركية السوق القديم، هلا بالشباب. خوش مكان، حتى الفواكه هني ترد الروح. ها تدور لي مخدة، امس ما كان عندي مخدة، كوت الجاكيت والشراش وسويتهم مخدة، بس هني فيه. هاي كنابل، ايوه عند الكنابل اكيد فيه مخدة. كنابل إذا ما يصير ما عندكم مخاد. شوف لي مخدة مخدة. أبي أصغر أصغر، كبير هذا ما في أصغر. ما أقدر أحط هذا في السيكل. مضبوطة. شوف. ضغط. عشان تصفط وكذي بعد ما تطلعها من الكيس تنتفخ. بس إن شاء الله ترد تصفط كذي نقدر نحطها داخل السيكل. يقول طبية دينار.
فيشت في سرب جراد، لا تشوفون اللي دشيت فيه يبين، ترى سرب سرب ما شاء الله جراد بالهبل. أنا ماني مجدم زيادة لأن دشوا بالسيكل وبالبدلة بهدلوني شوي، بس الحمد لله الله ستر. شنو هذا؟ ملايين، شنهم الطيور؟ شوف شوف ايش كثرهم، شوف شوف لاحظ قاعد يعبرون من المزارع رايحين ذاك الصوب على الشارع وفوق. طبعا صاحبكم فيش فيهم الجام واليد، فيشت 1000 إرادة. شو اسوي؟ والله منزل راسي تحت الجامة وخففت، بس كبار كبار يعني يتعورون ويمشون مو هام. بس اول شيء البداية اللي كنت شوية مسرع، لا هذول طشرناهم. انا ماشي فجأة واشوف هذا عبالي طيور، انا ايش كبرهم ومسوي كذي وادش فيهم. عاد خففت قلت اوقف، قاعد عمهم يلصقون فيني، قلت لا ما يصير اوقف خلنا نمشي. كان السرب يعني كبير مو هين، ما شاء الله شيء عجيب. هم اهل المزارع شكله يا رب قاطع على محاصيلهم. الحين انا صابق الشباب، الشباب وراي على ما يوصلون، راح يكون ان شاء الله اليراد هذا طايح. انا صابقهم الحين على حدود العبدلي، راح انتظرهم في محطة حدود العبدلي، محطة البازينة، عبي على ما يوصلون عشان لا نصير زحمة على المحطة، يكون انا خالص مرة واحدة وهم يعبون براحتهم وانا اكون باخذ البريك. يعني بيني وبين المحطة الحين 5 دقائق. السيارات وصلت وياي، بس انا خلصت حبيت بنزين وقفت هني وضبطت اموري. وهذا دار العجمي وضيدان واصل، خنصور وصول الشباب. هلا بضيدان الله يعطيك العافية. صبقتكم انا صبقتكم. ايه فلتوا من سرب اليراد. احنا الحين في حدود العبدلي، هذه حدود الكويت، هذه اخر نقطه من هني خلاص تخرج تدخل على العراق. ان شاء الله نطلع رحله الى العراق قريبا. وصلنا الى المخيم مره ثانيه بعد حدود العبدلي، مخيم اللياح. الحمد لله على سلامه الجميع، الامور طيبه، كل شيء تمام التمام. الحين نضبط قهوتنا ونقعد. يبيله قهوه صدق على ما يضبط الماي ويحتر. الحمد لله على سلامه الجميع، الحمد لله الامور طيبه، احنا موجودين بالمخيم
عدل رايد من احسن ما يمكن، مرتب منظم كل شيء عالي العالم الحمد لله. الشباب كانوا متعاونين والوضع كان يعني حسب الاصول، ما قصر ما صار هالعيسى هذا. عيسى وعيسى يمكن 5 ملايين مره قالوا عيسى، عاد اسم عيسى من النوادر ترى والله، يعني قليل ما تشوف اسم عيسى. اي مكان اروح ايام المدرسه ندش في اي شيء قليل ما اشوف وياي واحد اسمه عيسى من النوادر، بس هذا المخيم او هذا الفريق فريق عيسى، هذا الفريق صدق فريق عيسى، ثلاث ارباعهم عيسى شيء مميز. اليوم قاعدين مع ابو مطلق وعيسى شباب، والله وحشان والاجواء رومانسيه صراحه. تمام سهره هني اليوم، بس عاد ما ادري اقول لكم صباح ولا لا، خلينا نشوف. ولا ما في دك ثلاث دقات خبر انا على جاي من البحر، انا جاي من البحر. الشارع عش حلوه بس لا ادش غيره، ما اخذ برندي كرفسنا تكرفس، لا والله تكرفسنا تكرفس. يوم انا سمعت انه بينزل تكرفس، اي لحن لنا شو المشكله. حياكم حياكم يلا يا جماعه، حياكم على عشاكم يا جماعه. عندي هناك وين رايح؟ قلت له هذا يقول له رايح اليابان، والله ينقد عليه. انا ما اخاف، قلت انا رايح اليابان. قال تكشي يقول رايح اليابان. قال صل صل وعقب ما يصير خير. والله صلي وقد ابو محمد قال هذا قال 12 تحت الصفر ولا فوق الصفر. انا ذبحني البرد والله، لبست كل بلغات المعويل، لبست نايب، لبس السيفتي، لابس كل شيء كل شيء. شوف هذا ذات عنده مخده، يقول هذه بنتره ثاني حبيب فيون زيك حذف المخده ايش فيك؟ قال بنتره هذا طلع واحده جديده بالكيس. انا جننت يوم رايحين دبي وطلعنا من البحرين، قلت له ما راح اعبي بنزين يا ولد، ما راح يوصل. قلت له بعبي بالامارات، ما راح اعبي بالسعوديه. ما قصر ابو مطلق، قعدنا وياه هني سوالف سهرة طيبة مع الشباب، معلومات قيمة وياه. يا حياك الله، يعطيك العافية يا ابو مطلق، ما قصرت. ورجعنا الى خيمتنا الجميلة صغيرونة، واليوم هوا ما شاء الله، الهوا شاد. وانتهت فعاليات اليوم، ونقول لكم الآن good night، ونشوفكم غدا في يوم جديد وحدث جديد. تشاو تشاو.